الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام مرة أخرى لكتاب بيلي غي كومبخوند. ونستأنف مع ليستوا دو بيبي با إي دو غارد فورستي إي دو غارد فورستي. إذن كما لاحظتونا عندنا سويت بيبي با إلى أن الكور دو لو برانتون سوفي أوتور دو شارلي رابيت دو مونتي لوا دون لا مونتان بوندون دو لونغ سومان إلى لي فيفر تو سول تخي لوا دو تو لي زوتر هوم. Il y avait là-haut une cabane en tronc de sapin que la neige recouvrait tout l'hiver. Appuyée contre la cabane, une petite écurie pouvait abriter le cheval. Il donne une année qu'on revint au printemps. Il donne sénatin, rindama raja'a, le printemps, face le rabia. Une année qu'on revint au printemps. Il donne sénatin bade d'alik, bade l'adi hakenahu, bidaye t'l'qissa taban. Une année qu'on revint au printemps. إذا سنة عندما عاد لو برانتون فصل الربيع، لوطون فصل الخريف، ليفار فصل الشتاء، لو برانتون فصل الربيع، ثم عندنا ليطي فصل الصيف. إذا يكون هذا لو برانتون، إذا سنة عندما عاد فصل الربيع. طبعا هنا عندنا لو فيرب غوفونيغ، لو فيرب غوفونيغ فعل عادة. طبعا لو فيرب فينيغ فعل جاء، فونيغ جاء، غوفونيغ عاد. سوفي أوتور دو شارلي رابيت، هنا نتكلم على لو فيرب إتخ أو باسي سامبل. عندما نقول سي أوتور دو شارلي رابيت، كما نقول أن عودة أو رجوع شارلي رابيت. سوفي أوتور دو شارلي رابيت، دو مونتي لوا دون لا مونتان، دو مونتي لوا دون لا مونتان، بأن يصعد بعيدا في الجبل. سوفي أوتور دو شارلي رابيت دو مونتي لوا دون لا مونتان. إذا كما نقول جاء الدور شارلي رابيت ليصعد بعيدا في الجبل. إذا هو سيذهب بعيدا إلى منطقة عالية. بوندون دو لونغ سومان إلى لي فيفر تو سول. إذا أثناء أسابيع طويلة إل ألي فيفر تو سول. هو سيعيش، كان سيعيش تو سول وحيدا. كما نقول هنا وحيدا جدا. إذا سيعيش وحيدا معزولا إن صح التعبير. إلى لي فيفر تو سول، إذا هو كان سيعيش وحيدا، تخي لوا دو تو لي زوطر هوم، جد بعيد دو تو لي زوطر هوم، من كل بقية الناس، كما نقول هنا من كل الرجال الآخرين، إذا هو سيعيش وحيدا بعيدا من كل الناس. إليا فيلاهو، إليا فيلاهو، إذا يوجد هناك في الأعلى إن كابان أون تخون، غوغاردي لا سور إيماج. C'est un cabane en tronc de sapin. نتكلم هنا عن منزل متواضع إن صح التعبير، أو نتكلم عن كوخ en tronc de sapin. من جذوع شجر يسمى لو سابان. Que la neige recouvre tout l'hiver. الذي نتكلم هنا عن هاد لا كابان. Que la neige recouvre tout l'hiver. Que la neige recouvre tout l'hiver. الذي الثلج يغطي كل فصل ربيع. نتحدث هنا عن المنزل المتواضع طبعا الذي تغطيه الثلوج كل فصل ربيع. إذن il y avait là-haut une cabane en tronc de sapin que la neige recouvrait tout l'hiver. Appuyé contre la cabane. متكئا على هذا المنزل المتواضع. ما هو الشيء المتكئ على المنزل المتواضع؟ une petite écurie. إذن نتكلم عن إسطبل صغير متكئ على المنزل المتواضع. إذن هذا الإسطبل الصغير إن بوتيت إيكوري بوفي أبغيتي لو شوفال. إذن نتكلم عن إسطبل صغير بوفي يمكنه، كما نقول هنا كان يمكنه، بوفي يمكنه أبغيتي لو شوفال. طبعا هنا تتكلم على لو فيرب بوفوار أبغيتي. طبعا رأينا فيما سبق لو فيرب أبغيتي فعل آوى، أنك تؤوي، أنك تؤوي شخصا أو تؤوي حيوانا. إذن هاد لا بوتيت إيكوري بوغي أبغيتي لو شوفال، هذا الإسطبل الصغير يمكنه أن يؤوي الحصان، يمكنه أن يؤوي الحصان. إذن كما قلنا إن أني كون فيرو برانتون سوفي أوتور دو شارلي رابيت دو مونتي لوا دون لا مونتان بوندون دو لونغ سومان إل ألي فيفر تو سول تخي لوا دو تو لي زوطر هوم. إليا فيلاهو إن كابان أون تخون دو سابان que la neige recouvrait tout l'hiver. Appuyé contre la cabane, une petite écurie pouvait abriter le cheval.
Charlie Rabbit arrive là-haut vers le soir. Il y avait encore pas mal de neige. Il entra dans la cabane. Il y avait un téléphone près de la porte. Charlie décrocha l'appareil et attendit une petite seconde. Au même moment, tout là-bas, dans le bureau de la vallée, où se tenait Brassnet, le chef, un autre téléphone sonna. Et Charlie, tout là-haut, dans la cabane de la montagne, entendit la voix de Brassnet. « Est-ce vous, Charlie Rabbit? Bon voyage !»« Excellent voyage !» dit Charlie. Charlie Rabbit arriva là-haut vers le soir. Et dans Charlie Rabbit, « Anna wasala », on a ici bien sûr le verbe « arriver » conjugué au passé simple. Charlie Rabbit arriva là-haut. Et dans Charlie Rabbit, « Anna wasala », là-haut, « yann huna kaf l'a'la » vers le soir. « Nahwa al-masa » يعني تقريبا في المساء. Il y avait encore pas mal de neige. طبعا شارلي رابيت وصل الى هناك في الاعلى vers le soir نحو المساء. Il y avait encore pas mal de neige. كان يوجد هناك لا يزال pas mal de neige. المقصود به هنا كما نقول ليس سيئا من الثلج، ولكن المقصود هنا ليس قليلا من الثلج. المقصود هنا بانه كان لا يزال هناك ثلج كثير. المقصود هنا بأنه كان لا يزال هناك ثلج كثير. Il entra dans la cabane. إذا هو دخل إلى هذا المنزل. Il y avait un téléphone près de la porte. كان هناك هاتف قرب الباب. شارلي ديكروش على باغاي. شارلي أخذ الجهاز. شارلي ديكروش على باغاي. طبعا نتكلم عن لوفير ديكروشي. طبعا نتكلم عن أكروشي ديكروشي. لا باغاي. أنك تحمل السماعة. كما نقول بأنك ستجيب. شارلي ديكروش لاباغاي اي اتوندي اون بوتيت سكوند. شارلي ديكروش لاباغاي اي اتوندي اون بوتيت سكوند. شارلي رفع السماعه اي اتوندي اون سكوند. اي اتوندي ثم انتظر. طبعا هنا عندنا لو فيرب اتوندر فعل انتظر. اون بوتيت سكوند ثم انتظر كما نقول ثانيه صغيره. المقصود بانه انتظر قليلا. المقصود هنا بانه انتظر قليلا. او مومون وفي نفس اللحظة تلابا هناك كما نقول كل هناك مقصود في نفس المكان إن صح التعبير أو هناك دون لو بيغو دو لافالي في مكتب لافالي. طبعا لافالي المقصود بها أن إسباس غوسيغي باغ دو أو بليزيور مونتان. إذا نتكلم عن مساحة مستوية محاصرة بجبلين أو أكثر. وأحيانا نتكلم عن المكان الذي يمر منه الماء. أحيانا نتكلم عن الوادي المكان الذي يمر منه الماء. إذا يسمى لافالي. أو سوتوني بغاسنيت كما نقول حيث كان يقف بغاسنيت. أو ميم مومون تو لابا دون لو بيغو دو لافالي أو سوتوني بغاسنيت لو شيف حيث كان يقف بغاسنيت لو شيف كما نقول الرئيس. أن أوتر تيليفون سونا إذا هاتف آخر يرن. هاتف آخر يرن أي شارلي. ثم أن شارلي تلاه هناك في الأعلى دون لا كابان دو لا مونتان في المنزل الذي ذكرنا الخاص بالجبل. أونتوندي لا فوا دو براسنيت. إذا هو يسمع. طبعا هنا عندنا الفيرب أونتوندر فعل استمع ولا نتكلم هنا عن الفيرب أتوندر الذي رأينا قبل قليل. كما رأينا هنا الفيرب أتوندر هنا عندنا أتوندي هنا انتظر ولكن هنا عندنا أونتوندي عندنا سامعة. سامعة ماذا؟ أونتوندي لا فوا دو براسنيت. إذا هو سامع الصوت براسنيت. إسو شارلي رابيت بون فواياج. هل أنت شارلي رابيت؟ سفر سعيد. هل أنت شارلي رابيت؟ سفر سعيد. ثم يجيب شارلي رابيت طبعا إكسيلون فواياج دي شارلي. إكسيلون فواياج دي شارلي. سفر سعيد كما نقول هنا سفر رائع صح التعبير دي شارلي. يجيب شارلي. إذا كما قلنا شارلي غابيت أغيب له فيغ لو سواغ. إلي أفي أونكوغ با مال دو نيج. إلي أنتخا دون لا كابان. إلي أفي أن تيليفون بخي دو لا بورت. شارلي ديكخوش لاباغاي إي أتوندي أون بيتيت سكوند. أو ميم مومون تو لابا دون لو بيغو دو لا فالي أو سوتوني براسنيت لو شيف أن أوتر تيليفون سونا. إي شارلي تو لاهو دون لا كابان دو لا مونتان. Entendez la voix de Brassnet. Est-ce vous Charlie Rabbit? Bon voyage. Excellent voyage, dit Charlie. Excellent voyage, dit Charlie. Il est inquiet que il y a un débat
بين هاد الشخصين. إذن يسألوه: هل هو سفر سعيد؟ هل ستقول لي سفر سعيد؟ شارلي غابيت قال له: اكسلون فواياج دي شارلي. إذن تمنى له سفرا سعيدا ليعود إلى منزله ويعوض شارلي غابيت. إذن نستأنف مع هذه القصة في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.